الله وبركاته. اليوم يا اخوة ان شاء الله طبعا احنا في فصل الخريف، ومن الاشياء التي تزرع في فصل الخريف البازلاء. البازلاء طبعا لا نزرع البازلاء خضراء بالاغلب يا اخوة. الاصناف الموجودة في الاسواق اصناف صالحة للتناول الغذائي، وطبعا معمولة بطريقة انها حتى لو زرعتها تكون بالاغلب فشل. فبتروح بتشتري البازلاء من محل زراعي، طبعا بيكون عليها مادة برتقالية اللون ضاربة للون الأحمر وبها لون أبيض. طبعا هذه المادة التي ترش على حب البازلاء أو تضع على حب البازلاء هي عبارة عن مادة حافظة وبنفس الوقت مضادة للبكتيريا والرطوبة والعوامل الأخرى. فمباشرة بنشتري من المحلات الزراعية التي تبيع البذور، هو ممكن أن تشتري بالكيلو أو نصف كيلو. فاليوم إن شاء الله طبعا بنحضر الفلين الخاص في زراعة الشتلات، ومن ثم نزرع بالطريقة هذه. طبعا بنحط البذرة، طبعا أنا هنا مشيت شوي، يعني بنحطها بالشكل الآتي. طبعا البازلاء يعني لو سنتي وضعناها طبعا في العمق سنتي فقط، أو يعني سنتي ونص بيكفي، يعني بهذا الشكل. على سبيل المثال نعمل مثلا 3 أسطر، طبعا البازلاء يعني تزرع في الخريف، نحن في الخريف فصل الخريف. سنتابعها إن شاء الله عدة فقرات، سنتابع نبتة البازلاء. بهذه الطريقة نستطيع زراعة البازلاء. طبعا بالاغلب يا اخوة في محلات المشاتل الكبيرة التي طبعا تصدر للمزارع، يعني طبعا احنا بتفاصيل الزراعة بالاغلب الناس ما بتعرف. هلا المشاتل مثلا تضم على سبيل المثال 5 هناجر، بكونوا حاطين في المزرعة نساء. النساء طبعا يا اخوة روحهم طويلة، احنا لو بدنا الواحد مثلا يفكر يزرع له مثلا في اليوم 100 بوكسة، يعني ممكن ان الواحد يفقد اعصابه. ولكن النساء سبحان الله ارواحهم طويلة، يعني روحهم طويلة ما بتفرفض زي روح الرجال. فاحنا يعني بس يعني مجرد انه نعلم الناس كيف بتزرع، ولكن ما بنقدر انه مثلا نحن كرجال الا الواحد روحه طويلة، يعني ممكن. ها طبعا بعد ما نلقيها بهذا الشكل بنبدأ عمق تقريبا سنتي سنتي ونص بهذا الشكل. نغمسها بعمق سنتي سنتي ونص طبعا. وبعد ذلك بعد عملية نرش عليها مادة البتموس مرة أخرى، يعني منجيب مادة البتموس طبقة خفيفة ونرش عليها عشان احنا ما يكون الشغل مرتب وما نتلف او ما نعجق النظام. يعني على سبيل المثال عشان ما ياخذ معنا وقت التصوير بشكل كبير، هلا بنجيب المادة هاي مرة ثانية بهذا الشكل. شغلة مسلية وجميلة. بعدين بنفردها مع قليل من يعني بنشد شوي عشان لما بالسقي ما تتنافر. شايفين يا اخوتي؟ ومن ثم طبعا انا هيك يعني صرنا يعني مساويين تقريبا نصفها. طبعا يوضع البلرايت او حبيبات الفوم. الان بعد هذا الامر طبقة، طبعا يا اخوة نراعي عدم الرش الكثيف، يعني عدم تغريق، يعني بنرشها بشكل خفيف. طبعا هذا الرشاش يعني بنعملها 3 مرات كافي. لو قلنا مثلا هذه المرة الأولى
مثلا. الآن نعود هاي المرة الثانية 3-4 مرات، يعني اللي هي إنها تأخذ حقها. هاي كمان مرة، الرطوبة الكثيفة للبذور تؤدي إلى العفونة، يعني بتستفيدش. هاي كمان مرة أخيرة، هذا كافي. طبعا من المفضل، من المفضل يعني انه نحط تحتيها شيء، يعني عشان يكون من تحتها هواء، يعني تكون طايرة بالهواء نتفقدها. طبعا اذا بالطريقة هاي لما طبعا ما تحطها بملامسة للأرض، الأرض بضلها رطبة وما بتستفيد، خصوصا في الجو الخريفي او الشتاء بضلوا في رطوبة، يعني الجو فيه رطوبة، فبترشها بتحط في تحتها شيء عشان انه تستفيد انه فيه تهواي، عشان برضو ما يصير في عفونة. يعني لو لاحظنا النظام اللي هناك كيف انا مسويه بشكل هوائي، يعني حاطين تحتيه، يعني انا هناك لو تلاحظون حاطط فيه تحتيه كوب بلاستيكي، يعني شغلة مش يعني ما اي واحد يقول انه والله شغلة صعبة، شغلة يسرة. يعني بتحط مثلا هون بترفع 10 سم، بتحط كوبين بلاستيك، 4 اكواب بلاستيك، انه تطيرها فوق. ان شاء الله هاي الطريقة هي زراعة او نظام التشتيل لنبتة البازلاء. عملنا نصفها، هلا نكمل النصف، بس حبينا نورجي الاخوة كيف بتتسوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.